بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم في هذا الحلقة، في هذه الحلقة من برنامج المذهب المالكي بالمغرب. وعرضنا في مجموعة من الحلقات الجهود التي بذلها علماء المذهب المالكي عبر العصور من أجل تجديد هذا المذهب وتطويره وجعله يستوعب جميع القضايا والمستجدات التي تقع في حياة الناس وفي حياة المجتمعات الإسلامية. وكان لهذا الفقه دور كبير في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية بفضل ما بذله الفقهاء من جهود في هذا الباب. في هذه الحلقة مشاهدي الأعزاء، نحاول أن نتطرق إن شاء الله تبارك وتعالى لموضوع تخصصي يتعلق بجانب دقيق من جوانب التخصص في المجال الاقتصادي الإسلامي. وعنوان هذه الحلقة هو دور المذهب المالكي في نجاح العمل المصرفي التشاركي. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ الفاضل دكتور محمد أحمين، وهو باحث في المعاملات المالية. أستاذي الكريم، مرحبا بكم معنا في هذا البرنامج. إذن كما ذكرت أستاذي الفاضل، يعني أصول المذاهب الفقهية، الأصول التي بنى عليها الفقهاء استنباطهم للأحكام، أعطت لكل مذهب روحا وجوهرا خاصا به، وأعطته يعني مجالا للتعامل مع القضايا ومع النوازل الفقهية. المذهب المالكي يتميز ربما بميزة أساسية كبيرة جدا، هي أن أصوله الاجتهادية كانت أصول واسعة جدا. مثلا تعامله في إطار المصلحة، مصالح المرسلة، ويعني سد الذرائع وغير ذلك من الأصول التي ساهمت في يعني تطوير هذا المذهب وفي أن يكون مذهبا مفتوحا للفقهاء من أجل الاجتهاد والاستنباط ومسايرة ومواكبة الحياة. وتحدثت لي أستاذي الكريم بأن كل مذهب له مفردات خاصة به تميزه عن غيره من المذاهب، ونحن نحاول أن ندخل ونلج إلى باب حديث عن بعض المفردات في مجال المعاملات. إذن كمدخل لهذه الحلقة، ماذا يميز المذهب المالكي في هذا المجال؟ تفضل أستاذ الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. المذاهب الفقهية وخاصة منها الأربعة وخاصة منها المذهب المالكي تشترك في عدد من الأحكام الفقهية، صحيح، بما فيها كل المذاهب الأربعة، ولكنها أيضا تتميز بأن لكل مذهب من المذاهب مفردات، يعني وهي عبارة عن أقوال انفرد بها المذهب ولم يقل تقل بها المذاهب الأخرى. وهذه المفردات التي ألف فيها كثيرا في القديم والحديث، يعني هي في الحقيقة التي تجسد وتبين الأصول الاجتهادية الحقيقية للمذهب، صحيح، وتبين الأصول الاجتهادية التي تميز المذهب عن غيره، صحيح. وهكذا نجد بأن المذهب المالكي له عدد من الآراء التي انفرد بها، وهي فعلا تجسد مثل ما تفضلت مقدمتك، صحيح، الأصول الاجتهادية الثرية والواسعة، وخاصة منها العمل بالمصلحة المرسلة. نعم. وكما قلت، هذه المفردات يعني كتب فيها قديما وحديثا في باب المعاملات وفي باب الأقضية وفي باب العبادات. ولهذا السبب لعلنا نجد لماذا بعض أئمة كبار فقهاء المذاهب الأخرى شهدوا للمذهب المالكي بتميز وتفرد أصوله، ورأس هؤلاء
شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح الحنبلي مذهب الذي قال من اعتبر أصول الشريعة وقواعدها وجد أن أصول مالك هي أقرب الأصول والقواعد للشريعة، بل أيضا وقال أيضا في كل باب من أبواب الشريعة، قال في باب البيوع وأصول مالك في البيوع هي أجود من أصول غيره، وذلك لأنه كان يقال بأنه أخذها عن سعيد المسيب الذي كان يقال بأنه أفقه الناس في البيوع. بل أيضا قال في باب المشاركات بأن أصول مالك في المشاركات هي أجود وأعدل من أصول غيره. وهكذا إذن هذا المذهب يعني تميز مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه أجود، بأن أصوله هي أجود الأصول في باب البيوع وفي باب الشركات، وهذه هذان البابان هما أوسع أبواب المعاملات، ناهيكم عن المعاملات الأخرى طبعا. صحيح، إذن هذه شهادة من شيخ الإسلام ابن تيمية العالم المجتهد في أصول مذهب مالك. وكما ذكرت أستاذي الكريم وهذا ملحظ مهم، يعني النظر إلى الأحكام الفرعية الفقهية يحيلنا بالضرورة إلى ننظر في الأصول، وهذا هو سر المذاهب. يعني المذهب ليس هو مجموعة من الأحكام والفروع الفقهية، وإنما هو ينبني على أصول هي التي وهذا هو النسق ديال المذهب. يعني حتى حين نتحدث عن أهمية المذهب نتحدث عنه في هذا الاتجاه، في كونه نسقا يعني وليس فقط يعني مجرد اختيار يعني هكذا اعتباطي. إذن أستاذي الكريم لو نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بتعريف، نحن بصدد الحديث عن العمل المصرفي التشاركي، ماذا يقصد بالعمل المصرفي التشاركي؟ نعم العمل المصرفي التشاركي هو يقصد به العمل الذي يتميز بصفتين أو بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو أنه يعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وهذا العمل يعني بدأ في الحقيقة بصفة يعني رسمية سنة 1975 ببنك دبي الإسلامي. نعم. ثم ببنك واحد، والآن توسع وأصبحت عدد مؤسسات العمل المصرفي التشاركي أكثر من 400 مليار دولار، وأيضا انتقلت من مؤسسة واحدة سنة 1975 إلى الآن أكثر من 400 مؤسسة، وأيضا انتقلت من 20 مليون دولار تأسس بها بنك دبي هنا الإسلامي هناك، والآن أصبحت 1000 مليار دولار تريليون دولار مجمل أصول العمل المصرفي التشاركي. الصفة الثانية التي تميز هذا العمل المصرفي التشاركي هو صفة تشاركية. نعم. وهذه هي التي تميزه عن العمل المصرفي التقليدي الذي ينبني على القرض على الإقراض. بالضبط. نعم. العمل المصرفي التقليدي ينبني على علاقة دائن ومدين. صحيح. عن طريق صيغة العقد، عقد القرض، سواء كان في تجميع الأموال من المدخرين أو في توظيفها واستثمارها. أما العمل المصرفي التشاركي فهو يتميز بصفة تشاركية مع المودعين، فالمودعون الذين يضعون أموالهم في البنوك التشاركية هم شركاء للبنك وأطراف مشاركة للبنك، وليسوا مقيدين له، ليس فقط ولا تربطهم به علاقة دائن ومدين، وإنما علاقة مشاركة في الأرباح وفي الخسارة. نعم. فعندما يستلم البنك التشاركي هذه المبالغ النقدية عن طريق عقد المضاربة، بحيث يكون المودعون هم أرباب أموال ويكون البنك هو المضارب، فيقوم باستثمارها في مختلف أنواع صيغ المعتمدة في الشريعة. نعم. وما ترتب من أرباح يتم اقتسامه بين البنك وبين العميل. طبعا نحن في المغرب عندنا الآن مشروع قانون مؤسسات الائتمان المعدل، هو قد تضمن فصلا بعنوان البنوك أو المصارف التشاركية، ويتضمن عدة مواد تنظم هذا العمل المصرفي التشاركي، وبما في ذلك إحداث لجنة الشريعة المالية التي تعمل في بنك المغرب ويتولى بنك المغرب سكرتاريتها. وهذه الهيئة الشرعية العليا أو المركزية أو لجنة الشريعة المالية هي التي ستشرف على تطبيق هذه البنوك التشاركية للشريعة ومدى التزامها بالشريعة، وفعلا سندخل إن شاء الله تعالى
بعد أن يمر هذا القانون على البرلمان ويتم المصادقة على إصداره، سنمر إلى تجربة جديدة سيكون لعلماء المغرب يعني دور كبير في بيان وإبراز الآراء المالكية الجميلة التي ساهمت في التنمية الاقتصادية. وهذا ما سنراه إن شاء الله قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ميزة العمل المصرفي التشاركي هو المسألة التشاركية، بمعنى أن المؤسسة المالية مع يعني هذا الزبون إذا شئنا هو الذي هو شريك، يعني بطبيعة الحال هم شركاء في الربح والخسارة بطبيعة الحال، وهذا ينبني على مبدأ وعلى قيم الإسلام في جانب المعاملات المالية. إذن ذكرت لي أستاذي الكريم يعني مجموعة من الآراء في المذهب المالكي التي ساعدت على تطوير هذا العمل المصرفي، وهذا يبين يعني النظرة أو قدرة الفقه المالكي على التعامل مع القضايا وعلى صبغ المعاملات بطبيعة أو بصبغة شرعية. إذن عندي وأنتم لتذكير المشاهدين لكم مساهمة كتيب في هذا الموضوع، موضوع العمل المصرفي التشاركي. إذن تحدثتم عن 10 آراء في الجملة من الآراء التي للمالكية في هذا المجال، والتي سعت كما ذكرت إلى تطوير هذا العمل المصرفي. إذن أولا رأي المذهب المالكي في الوعد المالي إذن أو التجاري، تشرح لنا هذا الأمر. نعم. والأصل الذي بنى عليه هذا القول عنده. نعم. كما قلت، البنوك التشاركية تقوم باستثمار الأموال وبتمويل الناس الراغبين في شراء السيارات وشراء العقارات. وهنا البنوك تواجه يعني مشكلة، وهو أنه يعني إذا اشترى البنك العقار، فيأتي البنك يأتي زبون يقول لا أنا لا يعني تراجعت عن رغبتي في شراء هذا العقار منك، فما الذي يحدث؟ يحدث أن البنك يصبح بين أيديه عقار لا يعني إذا أراد أن يصرفه قد يصرفه بخسارة، وإذا أراد أن يرجعه إلى مالكه قد يرفض. ولهذا طبعا يعني هذا الأمر قد يجلب خسائر مالية على البنك، وهذا الأمر سيضر باستقرار العمل المصرفي والبنكي، وبالتالي سيضر بالاقتصاد. يعني هذه حالة تقع يعني واحتمال وقوعها بطبيعة الحال الكبير، وهو أن يعني الزبون بعد أن يكون قد أبدى رغبته في شراء يعني هذا البيع المرابحة للأمر الشراء. نعم. في صيغة مرابحة للأمر الشراء. نعم. إذا يريد شراء مثلا منزل أو سيارة، صحيح. ولكن بعد ذلك يبدي بأنه لم يعد مستعدا لذلك. بالضبط. نعم. فكيف صحيح. يعني نلزمه بطبيعة الحال المؤسسة المالية الآن هنا أمام يعني خسارة محققة. بالضبط. إذن فما الذي يجري؟ نعم. فهنا المذهب المالكي أسعف البنوك التشاركية برأي يعني نعم. انفرد به دون بقية المذاهب، وهو أن الوعد المالي إذا دخل الموعود فيه بسببه في تكلفة نعم. وفي التزام معين، فإن هذا الوعد يصبح لازما للواعد. وهذا الأمر يعني كما قلت هو المشهور في المذهب المالكي، أن العدة إذا ترتب عنها يعني تكلفة مالية على الموعود على الشخص الذي أعطيناه الوعد، فإن هذه العدة تصبح لازمة شرعا، وبالتالي أصبحت البنوك الإسلامية والبنوك التشاركية ماذا تعمل؟ توقع الزبون على وعد بالشراء قبل أن تقوم بعملية المرابحة. وهذا الأمر يعني ترتب عنه أن البنك إذا يستطيع أن يسترجع أي خسارة يعني يتكبدها في حالة نكول العميل عن الاستمرار في المرابحة. وهذا في الحقيقة انعكس على العمل المصرفي التشاركي باستقرار
وبالثبات. إذا المؤسسة المالية تجري عقدا مع الزبون قبل أن تشتري هي هذا السلعة، يعني يعني تلزمه بعقد يعني يوقع فيه على 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 وعد بالشراء، على وعد بالشراء، وهذا الوعد ملزم له، بحيث إذا نكر وإذا تراجع عن إتمام المرابحة مع البنك فإنه يتحمل أي هو الذي يتحمل الخسارة، يعني هو الذي يتحمل أي خسارة يتكبدها البنك. نعم. وهذا عملا بالمذهب المالكي، وهذا أيضا ما أخذ به وأقره مجمع الفقه الإسلامي في 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 جدة. نعم. وطبعا هذا الفقه الجميل يعني هو في الحقيقة يرجع إلى أصل مهم جدا من أصول المذهب. نعم. المالكي، هو الأخذ بعمومات النصوص. نعم. فالنصوص التي تأمر بالصدق وتنهى عن خلاف الوعد. نعم. وعن الكذب وعن ذلك كما يعني. نعم. تقولون ما لا تفعلون. نعم. فهذه النصوص فعلا المالكية يعني طبقوها على هذا الوعد المالي، واعتبر ابن العربي بأن الشخص إذا وعد يعني شخصا آخر بأمر ترتب عنه تكلفة فإذا هو عنده عزم على هذا الوعد وبالتالي يلزم به. ناهيكم عن المصلحة. نعم. هنا حديث لا ضرر ولا ضرار. صحيح. وأن المصلحة تقتضي أن الشخص إذا أدخل ضررا على شخص آخر بسبب. نعم. وعده فإنه يلزم بهذا الوعد ويتحمل أي تبعة أعطاها لهذا الوعد، ولهذا. نعم. سنجد هذا الأصل. نعم. سواء أخذ بعمومة النصوص أو الأخذ بالمصلحة يعني سنجده في بقية المفردات التي سنتحدث عنها. صحيح. إن شاء الله. إذا انطلاقا يعني من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وإن كان الخطاب هنا عام له صفة العموم، ولكن يعني الفقهاء بطبيعة الحال استفادوا من هذا النص ومن غيره. نعم. يعني إمكانية إلزام الواعد الذي فعلا قبل. نعم. بعض الفقهاء المعاصرين يثيروا إشكالية، هو أن هذا الوعد المالي الملزم هو ملزم عند المالكية في باب التبرعات وليس في باب المعاوضات والمرابحات. نعم. ولكن هنا يقال أمرين. الأمر الأول أنه حتى لو صح هذا الأمر وهو مشكوك في صحته، هو أن الوعد الملزم الوعد ما يلزم خاص بالتبرعات فلا نقول يقاس عليه، فكيف لا نستطيع أن نقيس الإلزام بالوعد في معاملة بالملايين ويترتب عنها خسارة محققة للبنك إذا نكل الواعد، كيف لا نقيسها على أمر هو أقل وهو الوعد في مجال التبرعات وغير ذلك الأمور. نعم. نعم. ثم أيضا نقول بأن المالكية صحيح أنهم يعني لهم في بيوع الآجال يعني رأي يقوم على سد الذرائع ويعني يحكمون بكراهتها وبعضها يمنعونها، ولكن نقول بأن يعني الحاجة الآن اقتضت أن نأخذ برأي المالكية في وعد المالي الملزم. وأما موضوع رأيهم بالكراهة في ميوع الآجال فهذا طبعا يعني الآن المصلحة تقتضي أن وأصبح من المعروف ومن المعمول به في جميع الأقطار البيع بالأجل والمرابحة بالأجل وغير ذلك من المعاملات. نعم. هناك أيضا رأي فقهي آخر، المالكية هو خلط أموال المضاربة، يعني وهذا ما يتيح بطبيعة الحال للمؤسسة المالية أن تشتغل أو تستثمر هذه الأموال التي تجمعها من المضاربين. نعم. إذن ما وجه هذا الرأي؟ نعم. هذا أيضا فعلا رأي جميل آخر. نعم. من الآراء التي انفردت بها المدرسة المالكية، وهو أن المضارب الذي يضارب بأموال الآخرين. نعم. ويستثمرها، هل يجوز له أن يخلط أمواله ورأس ماله الذاتي بهذه بأموال الآخرين في وعاء استثماري واحد ويستثمرها ويتاجر بها؟ وهل يجوز له أن يضم إلى أموال التي عنده أموال من أشخاص آخرين حتى لو لم يعلم الأشخاص الأول الذين أعطوه أموالهم لكي يستثمرها ويضارب بها؟ نعم. هنا يعني المذهب المالكي انفرد بأنه أجاز أن خلط أموال المضاربة مع بعض البعض، سواء كانت هذه الأموال مصدرها من المضارب نفسه أم من أموال أشخاص آخرين لهم رأس مال يريدوا أن يستثمروه، فالمذهب المالكي أجاز هذا الأمر حتى لو بدون علم أرباب الأموال.
حتى إذا يعني ليس مضطرا إلى أن يستشيرهم في الأمر. ليس واجبا شرعا أن يستشير. لماذا؟ المالكي نظر إلى أن هذا أن في هذا قوة للمضاربة وقوة وإعطاء طاقة مزيدة للاستثمار والمضاربة ولنجاح المضاربة ولتحصيل مزيد الأرباح. صحيح. يعني هذا يعني هذا 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 تشجيع لي كما نقول للتنمية ولفرص الاستثمار. بالضبط. يعني هذه العملية عمل التقييد المؤسسة مثلا المالية وكذا يعني سوف يحد كثيرا من نشاطها ومن قدرتها على الاستثمار. يعني هذا يعني في إطار الدفع ديال الفقه الإسلامي. هذا هو يعني هذه الآراء الاجتهادية هي اللي تفتح المجال لل بالضبط. نعم لتشجيع المبادرة الاقتصادية وكذا. نعم الآن المؤسسات المالية التشاركية. نعم. هي تفتح حسابات مضاربة لآلاف من الناس، مئات الآلاف من الناس. نعم. فهذا رأي المالكي يتيح لها أنها تجمع هذه الأموال كلها من الزبائن وتضع في محفظة استثمارية واحدة وتتاجر بها وتوزع على الأرباح عليهم بالنسبة والتناسب. بقية المذاهب قالوا لا، هذا تعدي، نوع من التعدي. نعم. وضرر بال المذهب المالكي قال لا، لم ينظر إليه أنها تعدي، وإنما نظر إليه بأنها قوة للمضاربة وقوة للاستثمار. وفعلا الآن كل بنوك تشاركية في العالم تأخذ برأي المالكية، وهذا أمر أقره مجمع الفقه الإسلامي. وبالتالي نرى كيف أن الآراء مذهبنا الكريم والكبير والعظيم. نعم. التي قيلت من عشرات القرون الآن يعني تسعف. نعم. المؤسسات المالية المعاصرة. نعم. في توسيع استثماراتها وفي تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية. إذن أستاذي الكريم، أيضا هذا القول ربما ينبني على الأصل الكبير الذي هو أصل المصلحة، أعمال المصلحة المرسلة يعني. بالضبط. نعم. تقريبا. نعم. عندنا أيضا رأي الفقهي البيع قبل القبض، وهو أيضا رأي فقهي للمالكية. ماذا يعني هذا الرأي؟ نعم. طبعا من المعروف شرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم. أي شيء الذي احتمال أن يوجد أو لا يوجد. يوجد أن يكون أو لا أو لا يكون. نعم. وهنا جاء نهي عن أنك نقوله يبيع السمك في البحر. بالضبط. السمك يعني في الماء أو الطير. نعم. في الهواء. نعم. نعم. بالضبط. فجاء النهي أيضا موضوع قضية بيع الشيء قبل قبضه. نعم. شخص اشترى شيئا ما، سيارة، دارا، حتى لو جوالا، شيء بسيط. نعم. يعني جهاز اتصال يعني، فهل يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه وأن يستلمه؟ هذه نقطة خلافية في الفقه الإسلامي، وانفرد المذهب المالكي برأي جميل وعظيم. المذهب المالكي ماذا قال؟ قال بالنسبة للطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه. المطعومات. مطعومات. نعم. كل أنواع المطعومات. نعم. من القمح والذرة والدقيق وغير ذلك من الأمور، هذه أشياء لا يجوز أن تباع، أن يبيع من اشتراها إلا بعد أن يقبضها وأن يحوزها إلى رحاله. وهذا أمر مجمع عليه في الفقه الإسلامي. نعم. وما سوى الطعام يجوز أن يباع عند المالكية، وهذا انفرض به، يجوز أن يباع قبل قبضه. طيب ما الفرق بينهما؟ نعم. الفرق بينهما أن المالكية يقولون بأن النص ورد في الطعام. نعم. فغيره لا يقاس عليه. لماذا لا يقاس عليه؟ قالوا الطعام هو قوت الأبدان. نعم. وقوت الحيوان، وبه تقوم بنية الكائن البشري، فهذا لا يمكن أن تقاس عليه أي سلعة أخرى. والشريعة خصت الطعام باعتباره قوت البشر وطعام البشر بأن لا يباع إلا بعد أن يقبض، حفاظا على استقرار أسعار المطعومات. عجيب. لأن مسألة أساسية في حياة الناس. فلو سمحت الشريعة بتداولها قبل قبضها، بإعادة بيعها مرات ومرات قبل قبضها، سيكون المتضرر الأخير هو المستهلك الأخير. صحيح. وهذا هو الذي حدث، وهذا في سنة 2008 بسبب الأزمة الغذائية العالمية المعروفة. نعم. وهذه الأزمة الغذائية من بين أهم أسبابها وهو إعادة بيع الطعام قبل قبضه،
وهذا أمر طبعا محرم في الشريعة بالإجماع، وهو بات تبع عنه في ارتفاع وغلاء الأسعار المواد الغذائية. هذا خاص بالطعام المطعومات، أما غير المطعومات فبقية المذاهب اختلفوا. مذهب الحنفي قال لا يجوز بيع المنقولات قبل قبضها، لا يجوز بيع المنقولات قبل قبضها، أما العقار يجوز بيعه قبل قبضه. الشافعي قال لا يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، الطعام وغير الطعام. الحنابلة قالوا لا لا يجوز بيع قبل القبض إلا فيما في حق توفية، نعم، مما يعبر يعني ويوزن ويكال غير ذلك الأمور، نعم. لكن حقيقة المذهب المالكي وسع على الناس وشرط القبض قبل البيع فقط في الطعام، أما ما سوى الطعام من المنقولات من السيارات ومن العقارات ومن الحواسيب ومن أشياء يجوز أن وفق المذهب المالكي أن تباع قبل قبضها، لأنها وهذا من رأيي أدى إلى تيسير، نعم، المعاملات على الناس، صحيح. وفعلا نجد أحيانا أنه بعض المواد لا يصعب أن يعني تفرغ من السفن فعلا، يعني ولو فرغت لا يصعب حيازتها واستيفاؤها كاملة. بارك طبعا الله فيك أستاذي الكريم، نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث بعد الفاصل. المشاهدين الأعزاء نعود إليكم لمتابعة هذه الحلقة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. طالبي فتمسك به يا أخي يا مغربي يا مغربي. مواقع الجمال، برنامج يتتبع الجمال ويقرأ الجمال ويبحث في الجمال في هذا الكون العريض. ثلة من العلماء والمفكرين يبحثون لكم في هذا المجال. الإنسان ليس كائنا ماديا يخضع لقوانين ثابتة مثل قوانين التمدد في الحرارة والتقلص في البرودة أو الذوبان أو التجمد كما هو في العالم المادي. من المنطلق الديني ومن المنطلق الإسلامي أن الخطاب ينبغي أن يلامس تلك النفخة التي نفخها الله سبحانه وتعالى في روح الإنسان. عدم الاستسلام، الصبر، التفوق على الألم، هذه كلها تدرس في كبريات مدارس التدبير المقاولات. طالبي فتمسك به يا أخي يا مغربي يا مغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعود إليكم من جديد لمتابعة هذه الحلقة من برنامج المذهب المالكي بالمغرب، التي عنوانها دور المذهب المالكي في نجاح وتطوير العمل المصري في التشارك. ومعنا في هذه الحلقة الأستاذ الفاضل الدكتور محمد أحمين، وهو الباحث في المعاملات المالية. أستاذي الفاضل، إذن كنا بصدد استعراض مجموعة من آراء المذهب المالكي الفقهية، والتي فتحت مجالا كبيرا للعمل المصرفي التشاركي لنجاحه، ولكي يحقق هذا العمل ما يرتجى منه إن شاء الله تبارك وتعالى من أن يكون بابا واسعا للتشجيع على المبادرة الاقتصادية وتطوير اقتصادي المسلمين. إذن كنا مع البيع قبل القبض، وبطبيعة الحال بالتلخيص يمكن أن نقول بأن المذهب المالكي في هذا الأمر هو أنه في باب المطعومات، ما هو من الطعام على اعتبار حاجة المجتمع الماسة إلى الطعام، لا ينبغي ولا يحرم يعني ولا يجوز بيعه قبل قبضه وقبل حيازته. أما ما عدا ذلك من الأمور عند المالكية فيجوز، لأنه كما ذكرت أستاذي الكريم قد يصعب وقد يعسر تحقق ذلك في مجموعة من الأمور ومن الأعراض التي تباع وتشترى. إذن وهذا ما فتح المجال للمؤسسات المالكية التي تعمل بالصيغة التشاركية، فتحت لها المجال باش أنها يعني تدخل في هذا العمل يعني المهم في شراء يعني وبيع المنازل والعقارات والسيارات إلى غير ذلك. إذن إذا سمحت نمر لقاعدة أخرى،
هي مسألة أو عمل أو رأي فقهي آخر، هو التوسع في إجازة الشركات. نعم، كيف يعني وسع المذهب المالكي في هذه المسألة؟ نعم، أنا سبقا قلت بأن الشيخ سلم تيمية يقول بأن أصول مالك في المشاركات أو باب الشركات هو أعدل وأجود من أصول غيره. نعم، والسر في ذلك أن الإمام مالك كان قد توسع أكثر من غيره من الأئمة، أئمة المذاهب الأخرى، في إجازة الشركات، فهو أجاز تقريبا عدد كبير جدا من الشركات، شركات العنان والمضاربة والمساقات، وعلى حين يعني أو شركة الأبدان. نعم، أو الصنائع، يعني هذه أنواع كثيرة تجدها، تجد كتب الفقه المالكي ومدونات مذهب زاخرة بأحكامها وبتفصيلاتها. مثلا المذهب المالكي أجاز توسع في المساقاة. نعم، المساقاة يعني من عنده شجر يدفعه يعني لغيره لكي يسقيه ويعتني به ويختصم له ثمرة وثمار. نعم، هذا الأمر طبعا يمكن أن يقع في مساحات الزراعية الكبيرة، يعني بحيث أنه صاحب الشجر من العنب وغير ذلك من الأنواع الأشجار. نعم، المثمرة، يدفعها لمن للشركات ذات الخبرة أو الأشخاص ذوي الخبرة لكي يسقونها ويعتنوا بها ويتقاسمون الربح والخسارة فيما بعد. نعم، بقية المذاهب الإمام أبو حنيفة منع المساقاة. نعم، وبقية المذاهب الذين أجازوها إما في النخل فقط أو في النخل والعنب، لكن مذهب مالكي أجازها في كل أنواع الشجر، وعمدة في ذلك المصلحة المرسلة، أن هذا أمر يعني هذه المساقاة هي عقد في مصلحة، وهذه مصلحة يعني موجودة في العنب وموجودة. نعم، في النخل، وتوجد أيضا في كل أنواع الأشجار، وبالتالي المذهب المالكي وسع من الأوعية الاستثمارية والأدوات الاستثمارية التي ستساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع عن طريق توسعه في إجازة الشركات. نعم، إذن أيضا هناك رأي آخر هو التغريم بالمال، وهو رأي فقهي أيضا معروف. نعم، نعم، التغريم بالمال هذا باب يعني دخله المالكية، ويعني يعرف به المالكية مثل ما يعرفون بغيره من الأبواب الفقهية. فهم يقولون بالعقوبات التعزيرية بالمال، والسبب في ذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية في رسالته التي فضل فيها أصول مدرسة أهل المدينة والمالكية، كثرة النصوص والآثار التي وجدوها بين أيديهم في دار الهجرة ومستقر قبر محمد الحمد لله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلهذا يعني وجدوا من النصوص التي يعني فيها يعني التغريم بالمال، و يعني قنينات الخمر وغير ذلك التي يعني كان امر الله صلى الله عليه وسلم بإتلافها، فالنبي صلى الله عليه وسلم فالملك يقاس عليها وتوسعوا في اخذا بمبدا المصلحه المرسله في. نعم، كل ما يعني الـ يعني الـ يعني الـ يعني الـ يعني الـ يعني. نعم، يفيد في هذا المجال. نعم، وها هنا الفرد المالكي برايي. نعم، طبعا مهم جدا، وأخص بالذكر فقيهين مالكيين وهما ابن دينار وابن نافع في القرن الثاني الهجري. كما يعني هناك في المعاملات المالية بين الناس. نعم، وفي المؤسسات التشاركية، يعني في حالة يعني وجود دين معاملة بالمديونية بين طرفين، فالبنوك الإسلامية فالبنوك التشاركية ماذا تجي يعني معظم معاملاتها معاملات قائمة على المدينات. نعم، من المرابحات وإيجارات وغير ذلك. فالبنوك التشاركية تبيع عقار وتبقى تطالب الزبون بدين يعني وبأقساط على فترات يعني. نعم، متقاربة. نعم، هنا عدد من نلاحظ أن عدد من الزبائن يعني بسبب عدم وجود غرامة التأخير في البنوك التشاركية.
يعني يمكن أن يؤخر يتأخر في الـ في الـ في يباطل في السداد للبنوك التشاركية. نعم. ويباطل في سداد ديونهم. هذا إذا ماذا إلى ماذا تلجأ هذه المؤسسات من أجل أنت؟ بالضبط. المؤسسات التقليدية البنوك التقليدية ماذا تعمل؟ تأخذ فائدة وبالتالي الزبون يسارع بسداد دينه. إذن يضغطون على الزبون من خلال الفائدة. لمضاعفة الفائدة كلما تأخر السداد كلما زادت الفائدة. بالضبط. نعم. أما في البنوك التشاركية لا تستطيع أن تعمل هذا الأمر لأنه مخالف الشريعة. صحيح. فماذا يعني لم تجد مسعفا إلا رأي هذين الفقيهين المالكيين بنو دينار وابن نافع في القرنين الثاني الهجري، وهؤلاء يقولون بأن بجواز الإلزام بالتصدق والإلزام بالتبرع. نعم. لأنه إذا هناك معاملة معينة والشخص يلزم نفسه بتصدق بمبلغ مالي معين لطرف ثالث في حال تأخر يعني السداد، هذا الأمر يجيزه هذان الفقيهان المالكيان ابن دينار وابن نافع. وعليه أخذت البنوك التشاركية بهذا القول وبهذا الرأي، وأصبحت تضع شرطا وبندا في عقود المرابحات والإيجارات مع الزبائن بأنه في حالة التأخر عن السداد بدون وجه حق، بدون أن يكون الزبون معسرا، فإنه يلتزم بالتبرع بمبلغ مالي لجهات خيرية يتم الصرف إليها وفق الأنظمة المنظمة لهذا الأمر في البلد. وطبعا هذا الأمر ساهم في انضباط الزبائن في سداد مديونياتهم بعد أن كانوا يماطلون لأنهم لا يجدون هادعا ولا يجدون شيئا يلزمهم بالسداد. وفي البلد مثل السودان أصبحت البنوك هناك تجأر البنك المركزي، بنوك تشاركية تجأر البنك المركزي بالشكوى بأن يعني الأموال كثيرة معطلة عند الزبائن لم يسددوها، تأخروا بسدادها ولا نستطيع أن نعمل حيالهم شيء. فكان هذا رأي المالكي. نعم. هذين الفقيهين المالكيين ابن دينار وابن نافع في القرن الثاني الهجري مسعفا لهذه المعضلة. صح. وحالا لها. وبالتالي الآن هذا الرأي المالكي في المدرسة المالكية مطبق في كل أنحاء العالم. عزيزي. يوجد هذا البند الذي هو طبعا يستند لما يستند إليه على عمومات النصوص مثل ما قلت من قبل. نعم. المالكية. نعم. يعملون النصوص إلى أبعد حد. صح. في الحديث المتفق عليه مطل الغني ظلم. نعم. وفي الحديث الآخر عند أحمد والترمذي وابن ماجه غير ذلك لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فعقوبته هنا لفظ مضاف واللفظ المضاف من ألفاظ مسيح العموم. نعم. فتشمل الحبسة كما يقول فخار الأقدمون، وأيضا تشمل هذا الالتزام بالتصدق مثل ما يقول هذان الفقيهان المالكيان. نعم. وهذا أيضا فيه مصلحة لهذه المؤسسات التشاركية لأن مصلحة للجهتين. يعني هو أستاذ الكريم يعني هو بطبيعة الحال طريقة في الضغط على الزبون من أجل أن يسدد في الأوان، وحتى في الوقت الذي لا يسدد فإن هذه مصلحة كبرى جدا تتحقق كما ذكرتم، تذهب للمؤسسات الاجتماعية. يعني هو في نفس الوقت تمارس الآن عملا اجتماعيا. بالضبط. بالإضافة إلى العمل التنموي والاستثماري وكذا. بالضبط. المؤسسة المالية أيضا تباشر عملا اجتماعيا مهما جدا. نعم. وطبعا هنا ينبغي أن يعلم بأن البنوك هي مخزن وحوض للسيولة النقدية في المجتمع. صحيح. كل الناس يضعون أموالهم في البنوك، فلو أن هذه البنوك ليس عندها وسائل لضمان أو لحماية هذه الأموال من المتأخرين من المواطنين سيكون هذا فعلا مشكلة على مستوى السيولة على مستوى الاقتصاد. يعني صحيح. نعم. فطبعا الفضل بعد الله عز وجل يعود لهذين الفقيهين المالكيين ابن دينار وابن نافع في القرن الثاني الهجري. بسبب هذا رأيهم طبق بعد يعني قرون طويلة. عجيب. يعني وهذا يبين لنا أثر يعني الاجتهاد الفقهي وأثر إعمال الفقه في القضايا والمستجدات. يعني برأي فقيهين يعني حلت في الحقيقة هي معضلة حقيقية جدا. يعني لذلك قلت هذه المسألة الآن عممت في جميع المؤسسات بغض النظر عن كونها
يعني تختار المذهب المالكي أو غيره، لأن المسألة ملحة، لأن المسألة تقتضيها المصلحة الراجحة للجميع يعني للمؤسسة وغيرها. إذن هناك أيضا نقف مع رأي فقهي آخر، هو عقد التوريد وبيعة أهل المدينة، ما المقصود بهذا ومجال إعماله؟ من المعلوم حاليا بأن عدد المؤسسات التعليمية والعلاجية ومستشفيات وما أيضا من المصانع التي تحتاج إلى أن تورد سلعا على فترات يعني متوالية ومتباينة، ولكنها أيضا لا تستطيع أن تدفع الثمن نقدا. وهذا هذا النوع من البيوع يسمى بيع التوريد، وهو معروف القانون التجاري. هذا البيع يرى أنه يصطدم بقاعدة شرعية، وهي منع بيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين، أي المعاملة المؤجلة البدلين ابتداء هي معاملة ممنوعة في الشريعة. لكن هنا المالكية لهم رأي أيضا يعني انفردوا به، وخرج عليه هذا العقد الجديد اللي هو عقد التوريد. وهذا الرأي هو إجازتهم لما يسمى في الفقه المالكي وفي المدونة أساسا ببيعة أهل المدينة. جاء في المدونة بأن الناس كانوا يتبايعون اللحم من الجزار على والثمن إلى العطاء، إلى أن يصلهم الأعطيات من في أوقاتها طبعا. فإذا هنا هي معاملة قائمة على نوع من تأجيل المبيع الذي هو اللحم هنا أو أشياء أخرى، وأيضا تأجيل الثمن إلى العطاء. فالمالكية هنا أجازوها، قالوا هذه المعاملة جائزة وهي ليست من البيع الدين بالدين المنهي عنه، لأمرين. الأمر الأول هو أن هذا أن البائع هو من أهل الحرفة، نعم، ومن أهل الصنعة، وعنده السلعة ابتداء أصلا، ليس بالضرورة أن توجد سلعة كلها عنده. فلهذا ماذا إذا كان البائع من أهل الصنعة ومن أهل الحرفة وعنده السلعة ابتداء حتى لو لم تكن كلها، فهذا ليس بيع، ليس فيه تأجيل لهذه السلعة، وإنما هي يعني سلعة شبه حاضرة. والأمر الثاني أنه ينبغي أن يستلمها في أقرب الآجال، ووضع ذلك أسبوعين، وطبعا مع المصلحة يمكن أن يوسعها حسب إذن بيعة هذه بيعة أهل المدينة هذه التي عرفت في المدونة هي الآن هي التي خرج على أساسها عقد التوريد، وبسببها يعني نحكم على هذه المعاملة التي تنتشر بشكل كبير جدا في المؤسسات التي تعتمد على توريد سلع مثل المستشفيات والمصانع وغير ذلك من أو الأغذية وغير ذلك. نحكم بأن هذه معاملة جائزة شرعا، وهي أخت بيعة أهل المدينة المعروفة في مدينة دار الهجرة. نعم، بارك الله فيك. يعني في الحقيقة هذه الأقوال كل قول قول إلا، وفيه يعني إشارات يعني مهمة جدا، ويعني تعطينا يعني ينظر على العقل الفقهي خاصة عند المالكي الذي هو يعني عقل مارس الاجتهاد. مسألة أيضا رهن الديون وفيها أيضا الحساب الجاري. نعم، المالكية في باب الرهون أو ما يسمى باب التوثيقات، يعني فقههم يقوم على التيسير والمسامحة، ويقول بل حتى في باب التبرع هم مثلا في موضوع الغرر المنهي عنه كما صحيح مسلم قالوا هو خاص بالمعاوضات، يعني لا تبيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. أما تريد أن ترهن شيئا قد يكون وقد لا يكون، هذا أمر جائز. لماذا؟ يقول لأنه يجوز لك أن تعمل المعاملة وتعمل البيع بدون رهن. نعم، فلأن يجوز البيع مع شبه رهن أو رهن فيه غرر، فهذا أمر هو أولى من لا شيء. من لا شيء، فمن رضي بالأول بأن يبيع بدون رهن بدون توثيق دينه، فلأن يرضى بتوثيق دينه بأمور محتملة صحيح وفيها غرر، هذا 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 أولى بالجواز. ولهذا يجيزون مثلا بيع الشجر أو الثمر قبل بدون صلاحه لا يجوز للملكي، ولكن يجوز أن يرهن، أن أرهن
يعني الثمرة قبل بدو صلاحه، لأن هذا توثيق وتكميل للعقد. صحيح. ومن هذا الباب أيضا أجاز رهن الديون. الديون هي أموال محتملة، احتمال أن تسترجعها أو أن لا تسترجعها. نعم. ففيها نوع من الغرر، ولكن المالك يقولون يجوز أن يعني أن تكون محل الرهن لأنها شيء مكمل للعقد، ولأن يجوز العقد بدون رهن فأولى أن يجوز برهن مع رهن محتمل. صحيح. ومن هذا الباب في المؤسسات، نعم، كيف تستثمرها يعني المؤسسة المالية؟ نعم. المؤسسات المالية التشاركية عندها ما يسمى بالحسابات الجارية، كونت كورون بالضبط. الحساب الجاري هو عبارة عن قرض من زبون للمؤسسة المالية. نعم. فإذا هو دين في ذمة المؤسسة المالية، فهل يجوز للمؤسسة المالية أن تعطي تمويلا، أن تعطي مرابحة، أن تمول شراء مسكن أو سيارة لهذا الزبون بضمان حسابه الجاري، بضمان الأموال الموجودة المودعة في حسابه الجاري التي تعتبر دينا في ذمة المؤسسة المالية؟ هذا الأمر يجوز عند المالكية ويطبق الآن في المؤسسات التشاركية، التمويل التشاركية. نعم. يطبق هذا الأمر عملا بهذا الرأي الذي انفرد به سادتنا المالكية. نعم. مسألة أخرى متعلقة أيضا بهذا الجانب الشرعي، وهي أخذ الأجر على الفتوى، رغم أن هناك بطبيعة الحال ربما كما ستذكرون يعني هناك نصوصا يعني توجب على أهل العلم أن يبينوا، فهذه قاعدة أخذ الأجر على الفتوى، كيف ذلك يعني؟ نعم. طبعا موضوع الفتوى المالية هي موضوع مهم جدا، لأنها تساعد على التزام بالشريعة وتطبيق الشريعة. نعم. فالمالكية هنا نظروا نظرة يعني مصلحية وقائمة على المصلحة المرسلة، يعني وقالوا في حالة إذا يعني كان يعني هناك أحوال معينة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتفرغ للفتوى. نعم. يعني طبعا الأصل والوضع السليم والذي يوصى به طبعا هو أن الفتوى تتولاها جهات يعني تأخذ يعني أجر عن ذلك ببيت المال أو نعم. ما يسمى الآن من الدولة. صحيح. ولأن هذه مصلحة عامة للمسلمين. نعم. فيجوز أن يصرف لها من بيت مال المسلمين ومن الدولة، وهذا مثل ما هو معمول في المغرب وغيره من الدول أيضا. نعم. وأيضا نحن في المغرب أن لجنة الشريعة المالية التي توجد في المشروع المعدل لقانون مؤسسات ائتمان وما في حكمها، فعلا هي يعني تعمل في إطار يعني البنك المغرب، وبالتالي ستتخاضى أجرة. نعم. من الدولة، وهذا الأمر طبعا يعني هو الأصل الذي ينبغي أن يعمل به ويطبق، لكن في حالة إذا يعني كثرت المؤسسات المالية، ومثل بعض الدول التي لا يوجد فيها لجنة مركزية للفتوى في البنك المركزي. نعم. ما هو الحل؟ هل البنوك يعني يمكن أن تذهب إلى كل عالم وتقول له يا سيد الشيخ أنا عندي معاملة وإذا استفتيك فيها، وتتصل بالآخر وتقول معاملة استفتيك فيها؟ فهل هؤلاء المشايخ والعلماء عليهم أن يجيبوا هذه المؤسسات ويحلوا لها مشكلاتها؟ نعم. ويفتونها في معضلاتها هكذا بدون أجر؟ أم يجوز لهم أن يطلبوا مثلا مقابلا؟ أم يجوز لهم أن يطلبوا مقابلا استشارة يعني فقهية كما هو بالنسبة للاستشارة القانونية أو أحسن أو نعم. غيرها. صح. مثل ما أن هذه المؤسسة تدفع للاستشارة القانونية والهندسية. نعم. وذلك فهنا أيضا. نعم. يعني هل تدفع للاستشارات الشرعية، وخاصة أن هذا الأمر يحتاج إلى متابعة ونوع من التفرغ؟ نعم، هنا المذهب المالكي انفرض أيضا برأي جميل، وهو أن الفتوى إذا لم تتعين على المفتي فإنه يجوز أن يأخذ عليها أجرا. نعم. وبقية المذاهب منعت هذا الأمر، وقالت بأن هذه الفتوى هي عمل ديني محض، وهي قربة، ولا يجوز أخذ العوض والأجر على القربات. نعم. مثلا مالك قال لا، هذه الفتوى التي لم تتعين على المفتي،
لو لم يوجد إلا هذا المفتي يعني لا ما جاء لما جاز له أن يأخذ الأجر على مذهب المالكي، يعني أصبحت بالنسبة إليه بيان للدين وقربة محضة. لكن إذا تعدد المفتون وأصبح هنا وأصبح بالإمكان أن يستشار أكثر من شخص ولم تتعين بأي حال من أحوال الفتوى على المفتي، فهي هنا يقول لكن لا هي ليست قربة، هنا ليست قربة محضة، هي نوع قربة. وهذا الأمر فبالتالي يجوز أخذ العوض عليها، وذلك قياسا وقياسا على أخذ الأجر على الإمامة، على الخطابة، على التعليم بالعلوم الدينية كثيرة جدا. عقيد الحياة، تعقيدات الحياة وتفاصيلها الآن يعني أصبحت ربما تفرض هذا النوع من المعاملات، يعني ربما قديما، لأن حتى يعني الفتوى تختلف باختلاف الأزمان والأمكان والأحوال. يعني بطبيعة الحال هذه المهام الوظائف الآن أصبحت وظائف تقتضي كما ذكرتم يعني أن يفرغ لها الناس، لأن المصالح تعددت والحياة تشابكت في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كيف نفرغ مثلا يعني شخصا لوظيفة دينية وظيفة الإمام وكذا ونقول له لا لا, لا, لا يجوز أن تأخذ عليها أجرا، إذن كيف سوف إذن هذا الرأي يعني له في الحقيقة يتعامل مع الواقع، يجسد فقه الواقع بشكل ويجسد فقه الواقع، ويجسد أيضا أن مثل ما أنت تفضلت فقه الاستصلاحي وفقه مبني على مصلحة المرسلة. يقولون المالكية هنا بأنه لو لم يأخذ هذا المفتي أجرا لما تعطلت يعني خطة الفتوى ووظيفة الفتوى، ولما وجد الناس من يفتيهم، وأيضا هذا الشخص يعني لابد أن يكون له كفاية ولابد أن يكون له مؤنة، فإذا لم تتعين عليه الفتوى فإنه يجوز له أن يأخذ أجرا عليها. وهذا الأمر هو الذي هذا الرأي المالكي هو الذي طبقته البنوك التشاركية في العالم كله. فهي تتعاقد مع علماء فيما إطار ما يسمى الهيئات الشرعية للبنوك التشاركية، وهؤلاء تصرف لهم مكافآت بين سنوية كما تصرف لغيرهم من المستشارين القانونيين ومن أعضاء المجالس الإدارية على ما يقدم لهم من خدمات استشارية. ولكن هذا يضمن حتى أستاذي الكريم يضمن حتى استقرار المؤسسات، هذه المؤسسات، إن في كل مرة كما ذكرت تبحث عن فقيه أو عن مستفتي يعني عن مفتي، يعني ليس كأن تكون لك لجنة يعني مخصصة لهذا الغرض. فهذا الأمر يحافظ على استقرار المؤسسة يعني وعلى أداء وظيفتها بواحد الشكل اللي هو يكون سلس. ربما نختم إن شاء الله بهذه القاعدة ديال تأجير العين أو هذا الرأي. تأجير العين لمن باعها. أيضا هذا فعلا رأي فاض به مالكية وفاضت به مدرسة المالكية، أنه يعني التأجير ما يسمى بتأجير العين لمن باعها. أنا عندي عقار معين، بيت يعني بعته لك وصار ملكا لك، فهل يجوز لك أن تؤجرني هذا العقار؟ هل يجوز لك لي أن أشترط عليك أن تؤجرني هذا العقار بدل أن تؤجره إلى شخص آخر؟ يعني تبيعني وتشترط علي أن أؤجره لك. بالضبط. إذا كنت ستؤجره إلى أي شخص آخر فأنا أقول لك أنا أولى أن تؤجرني هذا العقار الذي كان ملكي وأنا نقلته إليك. فالمالكي يقولون لا مشكلة في هذا الأمر. بقية المذاهب يمنعون هذا الأمر ويعتبره في نوع من الجهالة في السعر، أنه إذا لو أن الإجارة لم تتم بعد البيع فأنا أكون قد يعني أخفضت من السعر بسبب رغبتي في الحصول على رغبتي في استئجار السلعة. ولكن ما يقول لا، السعر يتجزأ لكل عقد بحسبه. صحيح. عقد البيع له سعر وعقد الإجارة له سعر. فإذا في حقيقة أستاذي الكريم يعني شكر الله لك أني أخبرت بأن الوقت قد وقت البرنامج قد نفذ، وفي الحقيقة وقفنا معك على هذه الآراء الفقهية السديدة التي كان لها دور كبير جدا في فسح المجال للعمل المصرفي التشاركي من أجل أن يتطور ومن أجل أن يؤدي وظيفته وأن يكون ربما يعني بديلا وأن يكون سبيلا لإظهار عظمة وعبقرية الفقه الإسلامي الذي هو فقه بطبيعة الحال ينبني على الكتاب والسنة. أشكرك أستاذي مشددا
الشكر موصول إليكم أيضا مشاهدي الأعزاء على متابعتكم معنا لهذه الحلقة التي كانت حول دور المذهب المالكي في نجاح العمل المصرفي التشاركي. على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.